أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وأوبك التزمتا بتعهدات الإنتاج بنسبة 100%، وذلك يعود إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأشار بوتين إلى أن بلاده راضية بسعر النفط عند 60 دولارا للبرميل، وأنه على اتصال بمنظمة أوبك وسيواصل التعاون معها إذا لزم الأمر. إلى ذلك أكد الكرملين أن جدول أعمال الرئيس الروسي في قمة العشرين بالأرجنتين يتضمن لقاء ولي العهد لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، هذا بالإضافة إلى ملفي أسواق النفط والصراع في سوريا.